يعني بطانة الرحم هي يعني تعريفها بسيطا كده ببساطة للمشاهد. يعني هي ببساطة هي بتكون بطانة مبطنة الرحم من الداخل، وسمكها بيزداد بمعدل كل شهر، وهي اللي بتسبب الدورة الشهرية. اللي بيحصل إن في أسباب لسه لم يتم التأكد منها، البطانة دي بتطلع بره جسم الرحم بتكون موجودة في أماكن تانية، يعني زي هي نسيج بيتكون في مكان مش مكانه. ما في مكان غير خارجي خالص عن مكانه الطبيعي، ممكن يكون متواجد عند المبايض، عند قناة فالوب، في قلب الحوض نفسه. المشكلة إن هي بتكون في شكل بطش أو بقع دموية، وبتتفاعل مع الهرمونات الأنثوية زيها زي البطانة اللي جوه جسم الرحم بالظبط. فده معناه إن كل شهر الحجم بتاعها بيزيد وبتنزف، تمام. فيبتدي يحصل التصاقات. ده هيأثر بعد كده طبعا على الحمل، الإنجاب. ويعني طبيعة السيدة المصرية بشكل عام بتميل للامتلاء شوية، فده طبعا يعني الفاكتور ده مع الفاكتور ده بيزود بيزود الموضوع المشكلة. أكتر شوية.